السلام عليكم. اعتقالات في عدن تطال عددا من قيادات حزب الإصلاح، إذ قامت عناصر أمنية في العاصمة المؤقتة باختطاف عدد من قيادات الحزب واقتحام مقره في القلوعة بمدينة عدن، حادثة تلقي بظلالها الثقيل على الحرية السياسية والحياة المدنية في عدن. من المستفيد من خلط الأوراق إذن؟ تبدو الصورة واضحة للمتابع لمسار الأحداث الأخيرة التي تحضر فيها قوات أمنية تعمل خارج إطار الدولة، خصوصا بعد أن أصبحت شخصيات رسمية ممثلة للدولة كالرئيس ومحافظ عدن عبد العزيز المفلحي غير مرغوب بتواجدها. هذه الحادثة كغيرها من الحوادث تثير الكثير من التساؤلات حول دور الشرطة والنيابة والقضاء فيما حدث. ناهيكم عن الصمت الذي يلف الجهات الرسمية عن إبداء أي إدانات، وعلى العكس من الجانب الرسمي لقت الخطوة الكثير من الانتقادات الشعبية، وعدها مراقبون استهدافا لحرية الرأي والتعبير بل والعملية السياسية برمتها. هذه الحملة التي تستهدف الإصلاح في عدن لم تكن الحملة أو الخطوة الأولى، فقد تعرضت ثلاثة من مقرات الإصلاح مؤخرا في محافظتي عدن ولحج للحرق والتدمير. فما هي تبعات هذه الانتهاكات على عدن كعاصمة لكل اليمنيين؟ وكيف يؤثر استهداف المسؤولين الرسميين ومسؤولي الأحزاب والناشطين المدنيين في صورة المدينة كنموذج للمحافظات المحررة؟ وما هو موقف الشرعية والتحالف مما يحدث؟ ألا يذكر فجر الأربعاء في عدن بليل سقوط صنعاء؟ كل هذه التداولات سنناقشها مع ضيفنا في الاستوديو الأستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء الدكتور عبد الباقي شمسان. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا. إذا مشاهدينا الكرام سنبدأ النقاش، لكن بعد أن نتابع وإياكم هذا التقرير. أخبار غير سارة من ثغر اليمن الباسم عدن ذات الإرث التاريخي المتنوع والأفق المفتوح الذي يفتح ذراعيه باتساع بحر العرب من أبواب كريتر إلى قلعة الصيرة، فيما تحاول أدوات الأجندة الإقليمية أن تحول عدن إلى معبر مسدود. استهداف حزب سياسي شريك في المقاومة والشرعية من قبل قوات الحزام الأمني الخاضع لإدارة دولة الإمارات إشارة إلى أن عدن تسير في طريق المجهول السياسي مجددا، وهي التي دفعت ثمن القهر من أول احتلال إلى آخر شمولية. اقتحام مقر حزب الإصلاح في منطقة القلوعة بعدن أسفر عن اعتقال قيادات وأحزاب الحزب، وليست المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقر تابع للحزب في العاصمة المؤقتة عدن التي يفترض أن يتم منها استئناف العمليات السياسية في البلد. حزب الإصلاح في عدن قال في بلاغ له إنه فوجئ فجر هذا اليوم بقيام عناصر أمنية تتبع إدارة الأمن بمداهمة منزل الأمين المساعد للمكتب محمد عبد الملك، وقام باعتقاله من منزله في القلوعة بمديرية التواهي واعتقال آخرين وبطريقة لا تمت للقانون ولا الأعراف بأي صلة. وأضاف أن العناصر الأمنية قامت في ذات الوقت وعند الخامسة فجرا بمداهمة مقر الحزب في القلوعة وطرد حراسه وإغلاقه، وطالب الإصلاح في عدن بسرعة الإفراج عن المعتقلين مؤكدا على حقه القانوني في إعادة الاعتبار لهم ورفضه القاطع لهذه الإجراءات مطالبا بالتحقيق فيما حدث. الجهات الأمنية الرسمية في عدن لاذت بالصمت، بينما أظهرت بعض المواقع الإعلامية التي تبدو من سياستها التحريرية أنها تتلقى تمويلها من دولة الإمارات صور المختطفين الأبرياء تحت لافتة الإرهاب، وهي ذات اللافتة التي رفعها انقلاب صنعاء عندما كان يداهم مقرات الأحزاب والمؤسسات الإعلامية. إذن أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، كما أجدد ترحيب ضيفي هنا دكتور عبد الباقي شمسان. دكتور، دعنا نبدأ بما حدث. كيف تابعت هذه الخطوة والحادثة باستهداف الإصلاح واعتقال قيادات فيه وحتى إغلاق مقر؟ طبعا هي إذا قرأنا مقاربة لما حدث هو يدخل في إطار الخطوات الاستراتيجية، ولكن تم التسريع بها هذه المرة. كان هناك تصنيف للإصلاح وجماعات أخرى كإرهابية أن نحن أمام استهداف لمكون سياسي ومقاوم، هذا من أهم المكونات التي يسمى بالحامل السياسي والمقاوم إلى جانب المكونات الأخرى لمخرجات الحوار والقرار 2016، يعني الذين يدافعون عن التسوية وفقا للمرجعية الثلاث.
هؤلاء سيتم استهدافهم، وهناك تسريع بالاستهداف من خلال ما يسمى باللحظة التأسيسية، اللحظة التأسيسية التي تصنف هؤلاء بالإرهابيين، وبالتالي سيتم الاستهداف المتراكم. ماذا الهدف؟ الهدف هو أن هناك ضغوط دولية للذهاب نحو تسوية، فينبغي السرعة بإفراغ كل ما هو يماثل مخرجات الحوار الوطني، قضية جنوبية، قضية صعدة، مخرجات الأقاليم، كل هذا ينبغي ألا يكون قد هناك الواقع قد تغير. يعني إيجاد فراغ معين، لا، تعديل الواقع والقوى في الحقل السياسي، بما يجعل أنه لا يمكن لنا الحديث، سيصبح لدينا في المستقبل بعد ضرب الإصلاح هناك الحراك الجنوبي والمجلس السياسي وهنا الحوثيين، لا يوجد لقضية جنوب، هناك إعلان استقلال، مجلس سياسي. إذن عندما نتحدث عن أقاليم لا يمكن الحديث أنه قد هناك واقع جديد، ولا توجد قوة حية داخل المناطق الجنوبية، قد تم استهداف الإصلاح أثناء دخول صنعاء، والآن يتم استهدافه المباشر. كان هناك استهدام على استحاك، كان هناك رفض لعناصره القيادية أن يكون هناك قيادات تدريجي، كان هذا محتشم، خروج نايف البكري، خروج المحافظين المنتمين للإصلاح. الآن هناك استهداف مباشر، وهناك ما يسمى بخلق الإرهاب، بمعنى أنه تصنيفهم كإرهابيين. هنا سنجد نفسنا بعد فترة لا يوجد مخرجات حوار وطني، ولا يمكن لنا الحديث عن أقاليم، لأن لا يوجد حامل. صحيح هناك مكونات أخرى سياسية من الاشتراكي والناصري إلى جانب الإصلاح، لكن الإصلاح يعتبر سهل الاستهداف الآن، لأنه مستهدف الجماعات السياسية الإسلامية مستهدفة، وهذا ينسجم مع التوجه الإقليمي الإماراتي، ومع التوجه السعودي، ومع التوجه الغربي. ومن السهل جدا، يعني لا نستطيع استهداف الناصريين ونقول عليهم إرهابيين، لأنه لكن من السهولة بمكان استهداف الإصلاح، لأنه لاعب رئيسي ومكون رئيس سياسي ومقاوم في الميدان. لكن هو بذات الوقت أيضا يعني استهدف ناشطون مدنيون بداخل عدن، كذلك يعني هناك رفض لوجود محافظ عدن عبد العزيز المفلحي في داخل المدينة، ولا يتواجد يعني الرئيس عبد ربه منصور هادي غير قادر على التواجد في العاصمة. هنالك فرق بين استهداف رموز الشرعية واستهداف أحد المكونات. ما هو الفرق؟ الفرق هناك عنصرين، هنا استهداف لمكون رئيس يسمى حامل سياسي ومقاوم إلى جانب مجموعة مكونات لمخرجات الحوار الوطني وللقرارات الدولية الثلاثة المرجعية، بمعنى الانسحاب من المدن، تسليم السلاح، الاستفتاء على الدستور، تشكيل لمن يقلي هذا الموضوع، هناك توجه لإنهائه. هذا يقتضي ماذا؟ يقتضي أن لا تكون هناك سلطة شرعية، ومن هنا هذا مستهدف ككونه حامل، وهذا مستهدف ينبغي ألا يكون في الجغرافيا. وبالتالي كيف سيسهل التنفيذ؟ سيسهل من خلال بقاء الرئيس بما يقارب 3 سنوات خارج الجغرافيا، إضعاف الرئيس التدريجي. لا سلطة ولا حاضنة لهذه السلطة، لا سلطة ولا حاضنة للمخرجات، وبالتالي هنا سيصعب تشكيل الواقع جديد. هذا الواقع بمعنى سيكون هناك لن يتم الاستفتاء كما هو كردستان، سيتم إعلان الاستقلال وسيربك. عندما يتم إعلان الاستقلال السلطة غير موجودة في الجغرافيا، المحافظ غير موجود، هناك قوة نخبوية، هناك حزم أمني، هناك جماعة كانت حامل اجتماعي من أبناء المنطقة نفسها الجنوبيين، من أبناء المنطقة الجنوبية الحامل السياسي والمقاوم. هؤلاء سيستهدفوهم بشكل متراكم من خلال نعتهم بالدواعش والإرهابيين، وسيتم تفجير السيارات واتهامهم، وسيتم ترويع الآخرين والذهاب لبيوتهم، حتى يصبح تنقية الجغرافيا وتصبح يعني جغرافي يعني اتجاه أحادي مع ضغط على هؤلاء. إذا لم يعني يتخذ الإصلاح شفافية واستراتيجية، لأنه هو امتصص، ارتكب خطأ عندما تم الدخول إلى صنعاء وكان هو مستهدف الانقضاض عليه، انسحب وامتص لحظة الانقضاض وترك المجال، وهذا جعل الحوثيين يتمددوا. الآن هل سيرتكب نفس الخطأ، سيمتص هذا الانقضاض وسينسحب، أم لديه استراتيجية يستفيد كيف يمكن أن يلعب دورا ويحافظ على وجوده وكشف ملابسات الموضوع؟ وهناك وضوح، يعني هو تحدث في بيانه عن ما كان أو ما حدث، عن يعني تفاصيل ما جرى، وكذلك أدان هذا الاستهداف. أضيف هنا جملة لو سمحت، إضافة إلى ذلك، نحن تحدثنا قبل فترة، قلنا هناك خطأ ارتكبته السلطة السياسية عندما عينت الأمناء العامين مستشارين، وبالتالي أصبح هناك تطابق بين السلطة السياسية والأحزاب، والأحزاب لاعب محترق يعني فاعل وأساسي. الآن هذا كانت الضربة الأولى، ولا أدري الرئيس الجمهورية لماذا والأمانة العامة للأحزاب لماذا لم
يفك الارتباط عن السلطة الشرعية بحيث يكونه مع السلطة الشرعية ولكن طرف مستقل. الآن يتم ضرب الحياة السياسية. وأوجه رسالة لكل الأحزاب السياسية الذين يختلفون مع الإصلاح أو يتفقون أن استهداف الإصلاح سيخلق معادلة يمنية مخالفة وسيتم استهدافكم بالتدريج، وهناك من له أجندة لإعادة ترتيب الوضع اليمني، بالتالي ينبغي أن تلتقوا براغماتيا أو وطنيا حول المحافظة على الحياة الحزبية، التحرك من خلال إدارة زمن انتقالي. هناك استهداف لا أحد، لأن هناك من يقول الناصريين لهم أمانتها، من يقول الاشتراكي منقسم، وهناك من يقول الإصلاح ارتكبه. كل هذه الحسابات هم ذهبوا إلى الحوار الوطني، ارتكبوا أول عملية اغتيال للعمل الحزبي كان بالذهاب منفرد إلى الحوار الوطني في التوقيت الذي كان يجب أن يذهبوا كتلة. ولكن هذا التفكير القصير النظر. الآن نقول لهم أكلت عندما أكل الثور الأبيض والأسود، بالتالي عليكم أن تعيدوا الحياة السياسية وأن تحافظوا على الإصلاح كمكون بغض النظر عن اختلافكم معه. بالتالي ضرب الإصلاح يعني أن المجال الجنوبي سيكون ليس لديه حامل سياسي قوي مقاومة. نحن نعرف أن الإصلاح موجود بالمقاومة، موجود كسياسي لاعب ومن أبناء المناطق، بالتالي يصبح لا سلطة شرعية لا مكون سياسي يحمل فكر مخالف. لأنه لو كان الاشتراكي متهم بمثلا كلاعب رئيس، لاعب رئيسي قوي ومتهم بأنه يعني كان إرهابيا كان سهل، لكن أسهل خصم يعني الأعلام وسائل الاتصال 11 سبتمبر مصر السيسي الإمارات كل هؤلاء يجعل من هذا العنصر هو المناسب للإنقضاض ومتوفر في العناصر. الإنقضاض على هذا المكون سيعمل خلل، بالتالي أعتقد على الأحزاب السياسية أن توضح هذا الموقف، وعلى الأحزاب السياسية أن تنفصل عن السلطة الشرعية. طيب ماذا عن يعني لماذا لا نشاهد ردة فعل رسمية حول هذه الحوادث من قبل الحكومة الشرعية؟ ما هو مبرر ذلك؟ أنت فتحت الآن جبهة على سلطة شرعية، نحن نبهناها وقلنا هذه السلطة الشرعية أحبطتنا لأنها خارج الجغرافية. هذه السلطة الشرعية ليس لها حتى يعني دعم جماهيري بعد ما فاح منها من فساد ومن تعيينات ومن بقى خارج الجغرافية ومحافظ عدن خارج عدن ومن ضعفها للدفاع عن شخصياتها ومن بقاء الحزب. نحن طالبنا قبل هذه الكارثة وقلنا عليكم أن تفصلوا الأحزاب السياسية، عليكم أن تحيلوا مجلس الجنوبي إلى لنيابة أمن الدولة وبين بهم فحاح وحل الحزام الأمني والنخب إذا دعا الأمر الحفاظ على، ليس كما يقول الجنوبيين نحن نريد الإنقضاض، إذا أردنا الحفاظ على الشمال حتى ليس من مصلحة الجنوبيين ينتهزون الفرصة لفك الارتباط ويذهب الشمال إلى الجحيم. مصيرنا ليس من حقهم أن يقرروا، من حقنا أيضا نحن في اليمن الذين نحمل المشروع الوطني أن نقرر. يعني هل فك الارتباط في هذا التوقيت سيؤدي إلى حماية الجنوب؟ سيؤدي إلى حماية الساحل الغربي من الضربات الإرهابية؟ سيؤدي إلى وجود الأمريكان في قطرة مع الإمارات وهذا حلم أمريكي لأنه الذي يحكم هذه المنطقة يحكم المحيطات؟ اثنين، سيحمون البترول والمحيطات ويجعلوا الطغمة والزمرة والضالع وردفان وأبين يتقاتلون لا مهم في البشر، وسنذهب نحن لحرب بين الدواعش والشيعة في شمال الشمال. هذا المشروع لماذا؟ لاستهداف المملكة العربية السعودية ولبقاء أمن حدودها مفتوحة. لماذا نحن نرتكب الأخطاء بنوازع نفسية نحو كره أبناء الشمال؟ يعني هل أنت قادر مش قادر تفرق بين الأبعاد النفسية والمواقف الناتجة عن فشل السلطة؟ وأقولها للمرة الثالثة، أكبر خطأ ارتكبناه في الحوار الوطني وأدخلنا في هذا الفخ بن عمر عندما أفرغنا وسمينا قضية جنوبية وقضية صعدة. نحن نتحدث عن مسألة يمنية فيها قضية تعز، قضية صعدة، قضية عدن، قضية أبين، المحويت، الحديدة الذين نهبوا أراضيهم. عندما أفردنا هذه القضايا وأعطيناها نوع من التميز جاءنا هنا حراك جنوبي وجاءنا هنا الحوثيين. هذا كان فخ. يعني هل تعز كانت في مأمن؟ هل أبناء الحديدة الذين نهبت أراضيهم والذين هم غير موجودين ممثلين ليست قضية الحديدة هي قضية؟ بالتالي أدخلونا في هذا الفخ
فمعالجة المسألة لا تأتي بهذه. أنا يعني أنظر بشفقة إلى هؤلاء الذين يعتقدون أنهم نخب سياسية في المناطق الجنوبية وفيزعلوا مني اليوم وليقولوا ما يقولوا أنهم قصيري النظر، لا ينظروا أن اليمن مش مستهدفة لذاتها، هناك تخطيط صحيح للمواقع الاستراتيجية، هناك استهداف للسعودية، وهناك وكيل محلي اسمه الإمارات يعيد ترتيب الجنوب وفقا لرؤيته، لأنه عنده ميناء عدن يسيسو قطرة، يريد منطقة جغرافية يمكن لإيران أن تكون فيها لاعب، لأنه الغرب لن يعطي اليمن لا تريد موحدة، سيتم استهداف الإسلام الجماعات التجمع اليمن الإصلاح بصفته إرهاب، نحن أمام مشروع يكاد يكون غربي. بالتالي أول عنصر يكون فك ارتباط الأحزاب السياسية عن رئيس الجمهورية المحاصر والذي هو تحت الحماية أو تحت الوصاية لا أدري، هذا الغائب مع طاقمه الغائب، يعني مدينة عدن لا يوجد فيها سلطة شرعية، لا توجد قضاء، لا يوجد جيش وطني، هناك حماية رئاسية تحت التهديد، لا يوجد رئيس جمهورية يعود، محافظ لا يستطيع العودة، ما هذا؟ استهداف لأحد المكونات السياسية والحزبية، على أمناء عام الحزب يصدروا بيانات توضيح ذلك، عليهم فك الارتباط بالسلطة حتى يخففوا على السلطة الشرعية الموقف، نعرف أنهم محاصرين، نعرف أنهم فاقدين إرادة، نعرف أنهم تحت الحماية، اخرجوا من الرياض واذهبوا إلى أي مكان، ارجعوا إلى اليمن، دافعوا عن أرضكم وعن سيادتكم، لا تبقوا تحت رحمة دول التحالف، هي من يقرر الحرب ويقرر السلام ويمنحكم. طيب دكتور، دعنا نشرك معنا في الحوار الأستاذ ياسر الحسني الصحفي في رئاسة الجمهورية. أهلا بك أستاذ ياسر. أهلا بك وضيفك الكريم، حياكم الله. إذن أستاذ ياسر، أنت حدثت أنه قريبا مدير أمن جديد بحجم العاصمة المؤقتة عدن، هكذا كتبت في صفحتك على مواقع التواصل الاجتماعي، ما الذي يعنيه ذلك؟ تحية لك وتحية للمشاهدين الكرام. يعني نتيجة ما يحدث في عدن من انفلات أمني ومن فشل في إدارة الملفات الأمنية في العاصمة عدن والانتهاكات المستمرة في حقوق الصحفيين، في حقوق القوى السياسية من أحزاب ومنظمات مجتمعية، أعتقد أنه أيضا هناك أجهزة أمنية خارج سيطرة الدولة. يعني للأسف الشديد أن إدارة الأمن في عدن لا تتلقى الأوامر من الحكومة الشرعية، وبالتالي أصبح تعيين مدير أمن المحافظة يعني ضرورة ملحة، ورئاسة الجمهورية والحكومة الشرعية يعني قد ستتخذ قرار قريبا بإقالة كل من يعني يرفض الانصياع للحكومة الشرعية. يعني هل بات تغيير مدير الأمن في عدن شلال الشائع بات أمره محسوما يعني؟ نعم، حسب المعلومات التي وصلت إلينا بأن هناك ترشيحات الآن يعني يتلقى أو يتدارك رئيس الجمهورية مع مجموعة من المستشارين لتعيين مدير أمن جديد ينصاع للقيادة الشرعية، لأنه ما يقوم به شلال الشائع هو تمرد على الشرعية، وهذا أمر ترفضه يعني الشرعية، ومن حقها تغير مدير أمن جديد يمتثل للشرعية ويؤمن العاصمة المؤقتة عدن، وأن لا يتعامل بطريقة عنصرية، وأن يتلقى الأوامر من السلطة الشرعية وليس من جهات أخرى. لكن يعني هناك من يتحدث على أن الشروط الموضوعية لإحداث هذا التغيير قد لا تكون موجودة، خاصة مع سيطرة كبيرة مثلا لدولة الإمارات وقوات أمنية أخرى على العاصمة المؤقتة عدن، هل يعني يمكن إحداث هذا التغيير بسلاسة؟ هناك تواصل كبير بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي للتنسيق المستمر في كافة الجوانب، وخاصة في الجانب الأمني الذي أصبح يقلق ويحرج الحكومة الشرعية كثيرا. كثير من الضيوف الذي يأتوا إلى العاصمة عدن لمقابلة الحكومة أو مقابلة رئيس الوزراء يتعرضوا للأذى من هذه الأجهزة الأمنية التي المفترض أن تحميهم بدل أن تقوم بانتهاكات في حقهم. وأعتقد أن التحالف العربي سيتفهم يعني ضرورة أن يكون هناك مدير أمن يؤمن حتى الضيوف. يعني هناك الآن محاولات لاستئناف يعني مجلس البرلمان من عدن لفتح سفارات وقنصليات في العاصمة المؤقتة عدن لعودة الحكومة الشرعية عودة نهائية، هناك تعقيدات في الملف، ولكن الحكومة الشرعية تتدارس ذلك مع التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لحلحلة هذا الملف الشائك. طيب دعني أعود إلى الدكتور عبد الباقي الشمسان. دكتور عبد الباقي، برأيك مثل هكذا قرار إلى أي مدى يمكن أن يحدث يعني خلال الأيام القادمة، وما هي فرص نجاحه
بسلاسة بدون يعني تكلفة كبيرة؟ هو طبعا رئيس الجمهورية أنا أعتقد أنه إذا أراد طبعا هو يعني يتبع سياسة العمليات التدريجية والبطيئة، ونحن وهذا العمليات السياسية والتدريجية في حالة الاستقرار، في حالة الاحتراب والتحولات ينبغي أن تكون القرارات مواكبة. أعتقد أن تغيير شلال هادي، وإحنا كنا متفقين أنه كان مرحليا سيبدأ بعيدروس ثم سينتقل إلى حتى لا يتم هناك نوع من الإرباك، لكن تأخر كثيرا القرار، والكل يعرف يعني ليس هناك سرا عندما نقول أن شلال لا يتلقى الأوامر من رئيس الجمهورية، ليس هناك سرا أن النخبة الحضرمية والشبوانية والحزام الأمني لا يتلقوا الأوامر من رئيس الجمهورية، حتى ننتظر متى رئيس الجمهورية ينتظر حتى يتم إعلان يعني استقلال الجنوب ويعلن قائد الحزام الأمني أنه القائد العام للقوات المسلحة وأن هنالك علم، سيبدأ رئيس الجمهورية يتخذ. ينبغي أن تؤخذ قرارات متزامنة بشكل سريع وفعال. رئيس الجمهورية هو الشرعي، وبالتالي يستطيع أن يصدر قرار، لو سمحت يصدر قرار بتغيير مدير الأمن وبإحلال إحلال القوات الحزام الأمني والنخبة الشبوانية حتى وإن كانت مهددة، ولا تستطيع إعلان الاستقلال لأن الرئيس ما زال يمتلك الخيوط ويستطيع أن يتخذ قرار. يعني كنت سأسأل هذه النقطة إلى الأستاذ ياسر الحسني. أستاذ ياسر، إذن الآن هناك قوات أمنية بخلاف الأجهزة الأمنية التي تتبع يعني المؤسسات الحكومة الشرعية، وإن لم تلتزم بأوامرها بشكل مباشر، هناك نخب، هناك حزام أمني وهناك نخب وإلى ما شابه. هذا الأمر يعني كيف سيؤثر في حسم مسألة إحداث هذا القرار، خصوصا ونحن يعني شاهدنا مجلس انتقالي أعلن عنه في عدن عندما أقيل المحافظ السابق عيدروس الزبيدي؟ عزيزي، هناك دراسات ويعني للحكومة الشرعية، ورئيس الوزراء تحدث قبل أسبوع أنه سيتم دمج كل الأجهزة المسلحة والقوات الأمنية التي لم يتم دمجها في وزارة الداخلية، سيتم دمجها في قوام وزارة الداخلية في قوة الجيش والأمن. غير مسموح بقاء السلاح خارج إطار سيطرة الدولة. الميليشيات، لا مكان للميليشيات في العاصمة المؤقتة عدن. من أراد أن ينضم للقوات الأمن هناك آلية لضم ودمج، وهناك قرار جمهوري بضم قوات المقاومة الشعبية وقوات القوات التي تشكلت مؤخرا في ظروف استثنائية، لابد من دمجها في الأجهزة الأمنية الرسمية، وتكون هناك غرفة عمليات موحدة من الحكومة الشرعية، من وزارة الداخلية، من رئاسة الجمهورية، تدير الملف الأمني والاقتصادي والاجتماعي في عدن. وأنا أعتقد أن الفوضى التي حصلت بعد تحرير عدن نتيجة الظروف الاستثنائية التي مرت في عدن، والحكومة الشرعية اليوم تريد أن تضبط مسار الأجهزة الأمنية ويتم دمج جميع الوحدات الأمنية والعسكرية تحت يعني إطار واحد. أشكرك أستاذ ياسر الحسني، الصحفي في رئاسة الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. بالعودة إليك دكتور عبد الباقي، إذن في سياق ما يعني هذا الحديث عن هذه الخطوة، هل يمكن تبرير ما حدث في عدن؟ المبررات واضحة، قلت لك هناك الاستعداد ل 14 أكتوبر ولإعلان خطوات ربما مجلس عسكري، وهناك أيضا تعبية جماهيرية بدأت بتصريحات بحاح أنه هناك السلطة الشرعية تنهب الأموال، وهو هنا السلطة الشرعية يتهمها بأنها مثلها مثل الحوثيين، وبالتالي وكأنها لا علاقة لها، ومن هي صاحبة الحق الدستوري في صرف الأموال وفي استلامها. هذا كان نوع من تعبئة الجماهير أنهم مسروقين، حتى يعني يكون هناك مزاج شعبي رافض، وهناك فشل للسلطة الشرعية، وهذا الفشل يساعد رفع منسوب الاستعداد النفسي لرفض السلطة الشرعية. كان هناك بحاح، كان هناك تصريح سابق قبل 3 أشهر بتصنيف التجمع اليمني الإصلاح والقاعدة كإرهابيين. هذه كلها خطوات. الآن الرئيس الجمهورية والسلطة الشرعية بتاعتنا تشتغل خطوات سياسية أو إجراءات وأفعال سياسية تتناسب مع حالة الاستقرار. نحن في وضعية الآن، الهدف الغربي ماذا يسعى؟ يسعى إلى الحرب لم تحسم بعدها. الآن لو أراد حسم الذهاب لتسوية، المجتمع الدولي يستطيع أن يذهب لتسوية بقوة. الدول يستطيع أن تفتح ملف حقوق الإنسان، تفتح الحوثيين، تضرب على الحوثيين، لكن هم يريدوا، هناك مخطط يريد أولا إضعاف السلطة الشرعية حد أنها تصبح مجموعة أشخاص غير قادرين على الخروج من أماكنهم. اثنين، يصبح هناك واقع في الجنوب لا يمكن لنا الحديث عن أقاليم، نتحدث عن شمال الجنوب، يصبح هناك قوى سياسية وحزبية زي الآن مفرقة أكلت على انفراد،
غير قادرة على التمييز بين إدارة زمن انتقالي متحرك وبين عمليات سياسية في استقرار، يكون هناك خوف غربي من الدواعش، ويكون قد أحكمت السيطرة على المنافذ الاستراتيجية وما يسمى الأماكن التي هي تشكل فراغ أمني للإرهاب، وتحت الإرهاب وتحت الحديث عن أنه يمكن حدوث فراغ أمني سيتم السيطرة. بالتالي رئيس الجمهورية يعني تم استهدافه، تم خروج المحافظ، تم يعني إعلان المجلس الجنوبي وأحال للتحقيق. أي مواطن سيحترم رئيس الجمهورية وقراراته عندما يحيل بن بريك للتحقيق فقط دون إجراءات لاحقة؟ لا، هذا كارثة. إذا أنت قادر على التحقيق حيله للتحقيق، عندما تصدر قرار تغيير قيادة في الحزام الأمني عليك أن تنفذ، وإلا حل هذا الحزام حتى لو كانت الإمارات. من تكون الإمارات؟ الإمارات في الأخير جاءت بدعوة من رئيس الجمهورية، نحن الآن مهددين في سيادتنا. بالتالي رئيس الجمهورية عندما يترك شلال وهو يتحدث ولدي معلومات سرية يقول لأفراده أن كل من يحاول الارتباط في الجنوب سيتم تصفيته، في الشمال سيتم تصفيته، وهم يدركون ذلك أن أي حد سيتكلم عن شمال عن يمن موحد سيتم فصله وتصفيته من المناطق الجنوبية. هذا الكلام معروف عند الناس كامل. عندما يتحدث المحافظ السابق الذي تحدث بروح، ولأول مرة أسمع قائد نخبوي من المناطق الجنوبية يتحدث ببراغماتية وعقلانية وبرؤية، تقصد المفلح لا زال محافظا يعني. محافظا أين؟ بالرياض. لا تستطيع السلطة الشرعية إعادته. أحزاب سياسية طلبناها وقلنا عيدوا الحياة، أحزاب سياسية لا يخفي على أحد، يقال أنهم في الرياض لا يستطيعون السفر والدخول، وهناك وزير تم منعه من الدخول إلى الرياض، هم من يحددون دخول وزراءنا وخروجهم، هم من يحددون صرف المرتبات لهم أو لا، هم الذين يدفعون مرتبات الجيش. لماذا الإمارات منعت من توريد الأموال إلى البنك المركزي؟ لماذا؟ حتى يتم إضعاف السلطة بحيث تكون غير قادرة على أنها تمتلك القرار من خلال دفع المرتبات، ويصبح الذي يدفع المرتبات الإمارات السعودية الذي يدفع مش عارف إيش. بالتالي الناس يتبع الإمارات مع الظروف الصعبة. بالتالي أول قرار سيادي ما يحدث الآن في تعز خطوة إيجابية، فتح البنك المركزي، التوريد الأموال. أنا أطالب بحل الحزام الأمني وحل النخب الحضرمية والشبوانية في هذا التوقيت قبل أن نجد أنفسنا أمام قوات مسلحة وقوات أمنية، يعني كمنظمات يعني أمنية وعسكرية لما يسمى مجلس فك الارتباط مع المناطق الشمالية. أشكرك. عفوا دكتور، سنذهب إلى فاصل قصير، بعده يعني نستمر في الحوار في حلقة اليوم. مشاهدينا تفضلوا بالبقاء معنا. أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من المساء اليمني، ولحسن الحظ لا زال دكتور عبد الباقي شمسان معنا. دكتور، إذا يعني هذا المشهد، كثير ممن يقولون على أن اتهام حزب الإصلاح وهو حزب سياسي مدني أسس عام 1990 بأنه يعني بدعشنته أو اتهامه بالإرهاب، هذا سيفضي إلى ما أفضى إليه سابقا عندما اتهم من قبل الحوثيين واجتاحوا على أساسه المحافظات والمدن اليمنية. هل ذلك مؤشر على أننا أمام مرحلة قادمة ربما خطيرة تنذر بكارثة؟ دعني أولا أوضح بعض التوضيحات حتى لا يفهم، لأنه في بعض المقابلات قرأت في بعض المواقع عندما اتخذنا يعني كنا صريحين في طروحاتنا، بعض من كتب نحن قيادات إصلاحية وحتى يعمل تضليل للرأي العام. أنا رجل لا أنتمي للإصلاح ولا أي حزب سياسي، لكن عندما أفكر الإصلاح، عندما نفكر من أجل وطننا، من أجل ما يحدث في اليمن، علينا أن نترفع عن الكثير من الأشياء الصغيرة. أنا الإصلاح لا يمكن ليمني عاقل أن يتحدث عن الإصلاح على هذه الشاكلة. إذا تم استهداف الإصلاح ليس حزبا موجود في المجتمع، كان له شبكة اجتماعية خيرية وإنسانية، سياسيا مقاوم، ثاني حزب في البلد، منتشر في الجمهورية كاملة، شارك في الانتخابات، مشارك في البرلمان. بالتالي هذا الحزب شيئا فش لديه أخطاء، هذا لا خلاف، حتى نحن نوجه له النقد ونكتب له النقد أن عليه أن يعيد ترتيب أوراق بيته من الداخل وترتيب علاقته بالأحزاب. لكن استهداف الإصلاح يعني إضعاف
مكون أساسي، يصبح الساحة اليمنية بعدها خالية لعبة ترتيبها، لأن الآن الإصلاح الآن بحاجة إلى أن نقف معه وإلى أن يمتلك الشفافية والاستراتيجية حتى لا يرتكب، أكررها، أنه أنقذ مرة عندما تم الانقضاض عليه عند دخول صنعاء ولكن لم يعد سريع، الآن هناك محاولة انقضاض عليه أن يمتصها، ولكن وهو مستعد للعمل ضمن مجموعة وطنية للحفاظ على مخرجات الحوار والدولة اليمنية الإقليمية. بدل من استهدافه دعنا ندخل في نقده. ينضم إلينا الآن رئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن الأستاذ خالد حيدان. أستاذ خالد، دعنا بداية نعرف ما الجديد فيما حدث في عدن بالنسبة لاعتقال أعضاء في الحزب وكذلك استهداف المقر وإغلاقه. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم على الاستضافة وشكرا لضيفكم الكريم. ما حدث أوضحه التجمع اليمني للإصلاح في بيانه بصورة واضحة حين تم استهداف قيادات الإصلاح وكوادره بصورة مفاجئة. لم يعتقل كادر الإصلاح أبدا طيلة فترة الوحدة اليمنية منذ نشأتها إلى يومنا الحاضر، لأول مرة يتم اعتقال أحد القيادات على هذا المستوى، أمين عام أمين مساعد لتجمع اليمني للإصلاح، وكذلك اعتقال بقية الكوادر. فما حدث أيضا قضية إغلاق مقر الإصلاح، نحن في إطار هذه المحافظة للأسف الشديد نعاني شيء من ردود الأفعال الغير منضبطة الغير متزنة. هناك من قبل من يدفع هذه المحافظة؟ طبعا من قبل أكثر من طرف. هناك هذه المحافظة، هناك من يحارب العمل السياسي، ليس المستهدف هو الإصلاح، لكن المستهدف هو الأحزاب السياسية والعمل السياسي في إطار هذه المحافظة. هناك من لا يريد أحزاب، هناك من يريد فقط أن تظهر مكونات غير المكونات الحزبية. ولذلك اليوم هذا الذي يحدث في المجتمع، ظهرت الميليشيات، ظهرت المناطقية بشكل كبير للأسف الشديد بسبب تغيير دور الأحزاب عن أداء عملها في إطار البناء لهذا المجتمع. طيب لأخذ التفاصيل أستاذ خالد، من يعني هل عرفت إلى من ينتمي العناصر الأمنية التي أغلقت واعتقلت؟ طبعا تمت المداهمة للأسف الشديد بصورة غير قانونية، لا يوجد لديهم أوامر ضبط قضائي، مدهمت منازل القيادات والكوادر قبل الفجر بطريقة مهينة، تم استهدافهم إلى منازلهم، أخرجوا بثيابهم الخفيفة، وتم أيضا تصويرهم وإخراج صورهم للناس على أنهم متهمين، كل ذلك دون أن يكون هناك مصور قانوني ودون أن تكون هناك أصلا تهمة. هذا الذي حدث للأسف الشديد في هذا اليوم. طيب من قبل من؟ يعني أعيد السؤال، من قبل من؟ نحن نوجه أصابع الاتهام وأصابع القبض على هذه القيادات مباشرة إلى إدارة الأمن. للأسف الشديد هناك من يستخدم المؤسسة الأمنية استخداما غير سوي، استخداما سيئا. فما حدث اليوم من استهداف القيادات المدنية هو استخدام غير سوي للمؤسسة الأمنية. طيب هل تم التواصل مع، يعني إذا لم يتم التجاوب يعني وإيضاح الأسباب من قبل إدارة الأمن، هل تم يعني التواصل مع الجهات الأعلى الحكومة حتى معرفة أسباب ما حدث، كيف يمكن تجاوز ما حدث وإخراج من اعتقل بلا دوافع قانونية؟ ما حدث طبعا اليوم يعتبر وصمة عار في حكومة الشرعية، أيضا يعتبر إنقاص لمنجزات التحالف الوطني في هذه المحافظة، الذي التحالف الذي جاء لإنقاذ البلد من أتون الافتراس الانقلابي الذي يقوم به عفاش الحوثيون. للأسف الشديد ما يحدث اليوم هو انتقاص لتلك المكانة التي قدمها التحالف وقدم بها هذه المدن المحررة. فما حدث يا أخي الكريم فيما يتعلق باعتقال قياداتنا من قبل الأجهزة الأمنية، أمر للأسف الشديد استنكرناه واستنكره المجتمع بأكمله. نحن تحركنا بصورة واضحة، أصدرنا بياننا، خاطبنا المجتمع، خاطبنا المكونات، خاطبنا الأحزاب، خاطبنا الجميع بحقيقة ما حدث. ثم بعد ذلك توجهنا إلى دولة رئيس الحكومة، وجهنا إليه رسائل مباشرة، خاطبنا أيضا وزير الداخلية في قضية اعتقال قيادات الحزب
وإغلاق مقر للحزب في مدينة عدن. كذلك نعم. يوم غد مجموعة من المحامين سيتجهون إلى النائب العام لتقديم المذكرة للتحقيق فيما حدث. نعم. ثم بعد ذلك هناك أيضا مجموعة سيتجهون إلى الأخ اللواء شلال علي شاع مدير الأمن أيضا للاستفتاء عن طبيعة والاجراءات التي اتخذت في اعتقال عناصرنا دون اي مشروع قانوني. ارجو ان تتفضل بالبقاء معي استاذ خالد. دكتور، هل من تعقيب على ما تفضل به؟ التعقيب هو في اطار اننا نتحول من البيان الى وضع استراتيجيه. تم استهداف الاصلاح خلال 3 سنوات بفصل اصلاح مارب من خلال استقبال شخصيات تنتمي للإصلاح وهي في قيادة السلطة الشرعية على انفراد وكأن لا علاقة للإصلاح بذلك، وهو ما يسمى بالاستقبال بالتعامل الانتقائي. فصل إصلاح صنعاء وما جاورها وتعز وحولها المنطقة الشمالية، ثم إصلاح عدن. هذا الإصلاح أن يتعامل ككتلة ملتحمة في هذا التوقيت. هناك نوع من الاستفراد والتعامل الانتقائي، تم استقبال محافظ مارب وشخصيات من هنا وشخصيات من الجوف في الإمارات باعتباره وهم شخصيات الآن مصنفة إرهابية، لكن هناك عملية عزل وهناك تمويل عسكري لهذه المناطق من قبل الإمارات. ثم الآن يتم عزل إصلاح عدن عن بقية الإصلاح في الجغرافيا الأخرى. الإصلاح عليه أن يعرف أن أي تكريم أو لقاء منفرد مرفوض. ينبغي أن يحافظ الحزب على كليته، وعلى الحزب الاشتراكي والناصري وبقية الأحزاب السياسية الوطنية أن تدير الزمن الانتقالي، لأن مهما كانت المواقف من الإصلاح، أنا أقولها ولست إصلاحيا ولا لي علاقة بالسلطة الشرعية ولا لي علاقة بالإصلاح ولا بأي حزب من الأحزاب، أنا أستشعر الخطر القادم. أي إضعاف للحركة الحزبية خاصة مع غياب المجتمع المدني، نهائي مش غياب، موت المجتمع المدني، ليس هنالك مجتمع مدني ما عدا الشخصية الناعمة للإنقلابيين، لا وجود لمجتمع مدني مع الشرعية أو مع اليمن. ضرب الأحزاب السياسية يعني انتهت الحياة مع غياب السلطة الشرعية. علينا أن نعيد تفعيل الأحزاب السياسية، علينا أن نعيد أي تكتل بديلا عن اللقاء المشترك خاصة بعد خروج الجماعة الإنقلابية والتحرك ككتلة. طيب، دعني أعود إلى الأستاذ خالد حيدان. دكتور أستاذ خالد، إذن هناك من يتحدث على أنه يجب على حزب الإصلاح الخروج من مربع الموازنة، لأن هناك ما يقولون على أنه محاولة لاجتثاث هذا الحزب من الأماكن التي يتواجد بها بفعالية، وهناك حاجة لنقلة نوعية على مستوى الأفعال لا رد الأفعال. كيف يمكن حدوث ذلك؟ التجمع اليمني للإصلاح منذ نشأته نشأ حزبا سياسيا ووطنيا يعمل ضمن مصفوفة الأحزاب السياسية في هذا البلد لأجل خدمة هذا البلد. وأتصور أن التجمع اليمني للإصلاح ليس حزبا أنانيا، لكنه ليس أيضا حزبا مبتزا، ولا يريد أن يحقق شيء من الأهداف في ظل الأوضاع التي تعيشها اليوم البلد. ما زال التجمع اليمني للإصلاح ينظر إلى أن البلد اليوم في نفق مظلم، ويجب أن يبذل الإصلاح بمعية بقية المكونات السياسية الدور الكبير لأجل أن تخرج البلد إلى يعني المساحة التي بعد ذلك يمكن أن تتنافس فيها المشاريع السياسية تنافسا كبيرا. أما في هذه المرحلة فإن تجمع اليمني للإصلاح ما زال ذلك الحزب الوطني الذي سيتحمل كثير من العناء مثله مثل بقية الأحزاب لأجل أن تخرج البلد من هذا النفق المظلم. أشكرك أستاذ خالد حيدان، رئيس الدائرة الإعلامية لإصلاح عدن، كنت معنا عبر الهاتف من هناك. بالعودة إليك دكتور، يعني هناك من يتحدث على أن يجب على الإصلاح القيام برد فعل، لكن مسؤولين في الحزب يقولون أنهم هم ليسوا الدولة، خاصة مع وجود استهداف ربما إقليمي ولأحد دول التحالف يعقب آخرون. في سياق كل ذلك، ما هو الممكن بالنسبة للإصلاح في مواجهة ما يقال على أنه يعني استهداف من قبل الإمارات ووجود إشكالات في المناطق المحررة؟ كلنا نعرف أن هناك توجه دولي لاستهداف الأخوان والإسلام السني
بشكل مباشر في مصر وفي اليمن وفي ليبيا وفي كل هذه الأماكن الثورة العربية. وهناك صورة يعني قد تم صناعتها للإسلام السني بحكم أنهم إرهابيين، لكن حزب الإصلاح يستطيع أن يعني يعيد صياغة صورته وتقديم ذاته كلاعب سياسي منفتح، ويقوم هو بالتواصل. وليس الإصلاح ليس ضعيفا، حتى يعني هو ليس ضعيف، يمتلك القوة العسكرية والمقاومة، لديه منظومة ما يسمى المجتمع المحلي، لديه منظومة متكاملة، لديه مؤسسة خيرية مرتبطة يعني ما يسمى بالجمعية الخيرية، لديه جماعة سياسية، لديه خبرة في العمل السياسي، لديه جماعة تمرست في العمل المؤسساتي. بالتالي الآن عليه أن يقوم بالتواصل مع بقية المكونات السياسية، وعلى الحزب الإصلاح أن يتحرك في إطاره الوطني. كما قلت، من أخطاء الحزب الإصلاح أنه يلعب يستثمر الإصلاح الذين في مارب، وحاول يستثمرهم ويستفيد منهم ويقدمهم للإمارات. يعني أنت ترى أن هذه خطوة كانت من الحزب نفسه لا من دولة الإمارات التي يبدو أنها تعبث في عدن كما يقول؟ هي الآن حاولوا تقسيم الحزب الإصلاح، حاولوا تجزئته إلى أجزاء. طبعا هو لديه أخطاء ولديه أعداء، هناك يعني ليس هناك توافق بين الاشتراكي والناصري وبقية المكونات. عليه أن يجدوا هؤلاء نقاط مشتركة للعبور، لأن ضرب الإصلاح لن نمر من خلاله. بعد ضرب الإصلاح سيكون هناك شمال جنوب، وهناك حوثيين وحكم إمامي مسيطر، وهناك سيطرة على الموارد، يعني لا خيار. بالتالي علينا أن نحدد هوية الصراع، جمهوري هكذا التموضع الجمهوري مع إمامي وعائلي، صالح عائلي وهنا سلالي. هناك مجتمع دولي يريد أن يكون هناك سنة وشيعة وشمال وجنوب، هذا المخطط يلتقي مع الوكيل الإقليمي للإمارات العربية المتحدة. لكن علي نحن سندفع الثمن. الآن تحرك السلطة الشرعية في تعز المتأخر، تعز مفتاح الحل، تعز تحمل المشروع الجمهوري، ليس لا تتحدث عن طائفية، لا تقول نحن زيدية ولا شافعية ولا شيعية ولا سنية، تتحدث عن وطن. بالتالي علينا الانطلاق من تعز لنؤسس الدولة، لانطلاق بقية الجغرافيا. على حزب الإصلاح أن لا يتعامل بالتجزئة حتى يستفيد يقدم ذاته. يعني طلبنا منه قبل فترة أن يتحاور مع المجتمع المحلي، عليه أن يحاور المجتمع الغربي، أن يلتم ككتلة، أن يرفض التعامل معه كتجزئة. الآن هناك تجزئة، كما التجزئة، وتعامل الحزب الإصلاح ببراغماتية. اثنين، بقاء النخب السياسية في الرياض تحت رحمة دول التحالف، هذا خطأ كارثي. بقاء الأحزاب السياسية مستشارين للرئيس خطأ كارثي. إذن على حزب الإصلاح أن يبادر وأن يمتص هذه اللحظة، لأنه ما زال هذه لحظة تأسيس خلق الإصلاح كإرهاب، وبالتالي وضرب مشروع حتى تصبح منطقة الجنوب فارغة، ومن ثم سيستهدفون الإصلاح كدواعش في تعز، سيدخلط الأوراق، وهناك سيتم التعامل مع قبائل مارب والجوف بحكم الانضباط وبحكم التعامل. هذا المخطط واضح ونحن نشاهده. على المجتمع اليمني أن يعيد العمل الحزبي والفاعلية الحزبية بالحقل السياسي اليمني. ما زال معنا وقت؟ نعم. علينا أن ندخل أطراف جديدة للعمل. أين مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة التي تدخل حركية وتلعب دور في الاقتراح والاحتجاج للخارج، يعني تقدم صورة لليمن، تدافع عن هذه الأحزاب؟ أين سمعنا في الرياض في القاهرة عن تجمع حزبي، حتى لو شاد الحزب الإصلاح وكان هناك اشتراكي ناصري وحزب آخر. أوكي، مهم وجود تكتل حزبي والإصلاح حتى منفرد لا يلعب مع الكتلة الثانية. يعني أنا لا أقصد أنه يكون هناك لقاء مشترك جديد، حتى بالإمكان أن يكون هناك تكتل حزبي ناصري اشتراكي وتكتل حزبي وحزب إصلاح التجمع للإصلاح وكتلة من بقية المؤتمرين، لكن يكون التعامل حزبي وفق للتوافق، التوافق الالتقاء حول نقط جامعة وطنية. بالتالي لا عيب أن يصبح الحزب منفرد لا يعمل في تكتل، لكن في تنسيق وتوافق. بالتالي إعادة الحياة الحزبية، إعادة مؤسسة المجتمع المدني، فك ارتباط السلطة عن الأحزاب السياسية، وعلى الإصلاح أن يتحرك في خطة وليس في احتجاج. أشكرك جزيل الشكر دكتور عبد الباقي شمسان، أستاذ علم الاجتماع السياسي بجامعة صنعاء، كنت معنا في حلقة اليوم. كما هو الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي والزملاء في طاقم العمل. إلى اللقاء.